جالك مزارع تايه عايز يفهم يعني ايه زراعه حيويه، اسمه محمد نادي الميدي. تمام. صح كده؟ تمام. بدات معاه ازاي؟ اولا انا بحب اشكر حضرتك وفريق جدعان كامل، لان حضرتك بتنزل بتوثق نجاحات سواء بقى القطاع الزراعي او التجاري او الصناعي، فده يعني حاجه مميزه جدا. شكرا. بشكر حضرتك برضه. اول حاجه برضه ان الراجل ده من المهندسين المتفوقين جدا، الشاطرين جدا، المخلصين جدا. عشان كده انا بحبه جدا. دي بقولها لك اهو. عملت بقى مع الراجل محمد؟ الراجل هنا علام. احنا نزلنا هنا بدايه معرفته بينا كانت ندوه علميه، دكتور محمد بوجهنا في محافظات في جميع محافظات مصر وتحديدا المنوفيه. بدانا نعلم ناس ثقافة الأورجانيك ونعلمهم يعني أصلا زراعة عضوية، وبدأنا نشتغل على حتة إن أنا أغير الفكر بتاعه من زراعة تقليدية كان شغال بها مرور سنوات طويلة على عمر 50 سنة، إن أنا أغيره بتسميد برنامج تسميدي تاني، ثقافة تانية، زراعة تانية، لأن ده هيعود عليه ودورة مختلفة في الزراعة. بالضبط كده، واحنا ده اللي بنشتغل عليه. وكمان انا يعني بعلمه ده هيكون صحي عليه، الفايدة اللي هتعود عليه، الخير اللي هينزل له عن طريق استخدام الزراعة العضوية. بدأنا نجرب الأول على البرسيم، نزلنا المنتج الحيوي ونفا بلس تسميد أرضي، هو عنده ما يكرم من حوالي ما شاء الله يعني حوالي 20 رأس مواشي. فبدأنا ننزل الأول يشوف على أرض الواقع عشان يشوف بعينه ويقتنع. فبدأنا لما في تغيير على البرسيم بدأنا نعمم بقى، ننزل على القمح، بدأنا على الكرنب، بدأنا على الخس عنده. احكي لي القمح. القمح انت حصدت متر من هنا؟ نموذج زراعة حيوية على أرض الواقع للقمح. تمام. هنا خدنا متر بالظبط كده، عدد النباتات وعدنا قدام حضرتك عدد السنابل اللي موجوده هنا بالظبط 910 تقريبا. اول متر جبناه كان على الجانب الارض كان بالظبط 960 سنبله خدناه من الارض الواقع. حجم السنبله 10 جرام، الطول بتاع العود بتاع القمح داخل معايا بالظبط كده 140 سنتي. ما حصلش رقاد؟ لا ما حصلش رقاد. ليه بقى الفكره بقى؟ انا كزراعه عضويه انا بشتغل على التربه الام، التربه الام اللي هي التغذيه اللي هي اصلا متخصصه بالتربه توفر الغذاء للنبات، بالتالي النبات يطلع معايا قوي. انا بستخدم المنتج عندي، عندنا منتجات حيويه تسميد ارض نوفا بلس، عندنا رش على المجموع الخضري بالنسبه للايه النوفا كيو، ده منتج حيوي برضو تبع الشركه عندنا، منتج الدكتور محمد رش على المجموع الخضري. كنموذج مثلا مثال، انا كمهندس لابد ان اكون عارف المحصول، عارف الوحدات الازوت اللي هي محتاجها، الامراض اللي بتصيبه، معاد الزراعه بتاعته، كميه التقاوي، الحاجات دي. مثلا عندنا القمح، القمح استاذ محمد بيصاب ما يقرب من حوالي من 44 مرض ديزيز. يعني مرض عندنا في خطر او في تغير في العمليات الفسيولوجيه او السير عمليات الحيويه داخل النبات. في بقى الخطر ده او المرض ده اما يكون فيروس او ممكن يكون بكتيري او ممكن يكون حشري. فظروف مصر تتهيأ ل 12 نوع من الامراض دي، اخطرهم عندنا الصدى اللي بيظهر عندي في القمح. انت شايف قدام حضرتك ما ظهرش اي صدى. استخدمنا المنتجات بتاعتنا، بننزل برضو بجرعات تسميديه في حاجه اسمها مرونه وفلسفه التعامل في البرنامج الحيوي. انا منزل بكل شهر كبرنامج، انا امشي على البرنامج تاني او ممكن اعدل فيه، اوصي ان انا اضيف مثلا جرعات زياده، اقل الجرعات، واحنا بنمشي على اساس علمي. ايه اللي يفرق بيني وبين المهندس العادي زراعه تقليديه؟ احنا عندنا اساسيات واساليب متبعه في نظام الزراعه العضويه. اساليب ان انا اصلا اعقم التربه، ان انا امنع ان المرض يجي، اغذي تربه كويس. زي ايه مثلا؟ انا اعمل حاجه مثلا، اعمل المقمره اللي هي مشروع عندنا، احط فيها النوفا بلس، احط فيها سلالات معينه من ميكروبات التربه النافعه تعقم التربه. كم يوم قبل الزراعه؟ مينيمم عندنا 25 يوم لو عند سباخ، لو سبله ماكسيمم 40 يوم عشان مضادات الحيويه اللي موجوده فيها. ممكن نعمل حاجه اسمها جرين مانيور. جرين مانيور عندنا هنستخدمه ان شاء الله باذن الله هنا، يعني نموذج الاستاذ علام من ارض الواقع. هنيجي على اخر وش في البرسيم، هنعمل جزء فيه، جزء هنعمل تربيه عشان انا البرسيم كويس اخد منه تاول الموسم الجاي، وهاجي على جزء معين كمان احرته في الارض، بنقول عليه جرين مانيور، تسميد اخضر في التربه. ابسط مثال دلوقتي عندنا الفاصوليا، مرض مشهور جدا بيجي عن طريق فطر الريزوكتوني الخنيه، ناس يعني ظاهره منتشره جدا على المحصول ده. فناس كتير دلوقتي بتنزل مبيد او بتنزل كذا ومفيش اصلا اي استجابه. الحمد لله دلوقتي شغالين على النوع ده، عندنا دلوقتي هننزل نوفا بلس ان شاء الله خاص بالموالح، نوفا بلس خاص بالفول الصويا والذره، نوفا بلس خاص بالبرسيم. فدايما بنطور، والدكتور محمد بينزل منتجات تتناسق وتمشي مع السوق المصري عشان نقلل كوست التكلفه على المزارع.